السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف العاده غندويو على مارك، التطبيق ديالو الجديد اللي دار ضجه في الساعات الاخيره ولا في الايام الاخيره. المهم تعطلت شويه على هذا الفيديو، ولكن غنعطيكم واحد العيبات اللي يقدروا ينفعوكم وتعرفوا شنو هي الغايه من هذا التطبيق. مارك كيف ما كنعرفوا على انه استولى على شركه ميتا اللي كتضم فيسبوك انستغرام وكذلك كتضم واتساب، وانستغرام غير مؤخرا فاش انها اشتركت مع الشركه. فمارك منذ 2004 هو كيخدم على الفيسبوك اللي لقى واحد الحظوظ كبيره وواحد النجاحات كبيره، ولكن حتى هنا كلشي مزيان. فمارك حقق واحد النسبه كثيره من الفلوس ونسبه كثيره ديال الناس كيتكونيكطاو في فيسبوك، ولكن حتى هنا غيتغير داك الشيء. علاش؟ ان تويتر هو واحد التطبيق اللي كيدخلوا ليه الناس، وشبكه كذلك بحال شكل الفيسبوك واتساب وكتضم بزاف ديال الناس، ولكن المزيان في تويتر هو انها ما فيهاش واحد العدد كبير من سطوريات ولا شي لعيبه بحال هكا ولا تفاهه، فالناس كتمشي ليها. فربما يقدر يبان لك ان المغرب فيه غير الناس قلال اللي كيمشوا للتيك توك اللي كيمشوا للتويتر، ولكن كاينين الناس في برا كيمشوا للتويتر بزاف، كيتكونيكطاو فيه، كيديروا فيه بيانات، كيلوحوا فيه واحد التغريدات. فمثلا لاعبي كره القدم عندهم واحد التغريدات، مثلا صحفيي كره القدم اللي كيتابعوا اللعابه فكيعلنوا على الانتقال ديال اللعابه من هاد الشبكه ديال تويتر، وهذا الشيء اللي خلاها اكثر شهره في امريكا ومؤخرا في الوطن العربي كذلك. فمارك شنو غادي يحاول انه يدير؟ التطبيق ديال تريند، هذا التطبيق اللي غادي يضم من خلاله صور، ولكن هاد الصور غيكون على شكل كتابات. فمثلا الفيسبوك كان شكل صور، قدر مثلا انت تبوستي صوره، ولكن هو غيختصر تويتر والعمليه اللي كيقوم بها تويتر في هاد التطبيق. فهاد التطبيق غادي يمكنك انك تشترك مع الانستغرام. فمثلا الا فتحتي هاد التطبيق، فهاد التطبيق حقق واحد النجاح كبير في المده ديال 7 سوايع، لدرجه انه 10 مليون واحد اللي حملوا هاد التطبيق. فهاد التطبيق كيف ما كتعرفوا على انه مشترك مع الانستغرام، فإلى فعلتي هذا التطبيق جديد ديال مارك فإنفو غادي تفعلوا المشتركين ديالك اللي مخدمين هذا التطبيق غادي يبقاو مشتركين عندك، وغيبقى عندك العلامة الزرقاء، علامة ديال التوثيق كيف ما كاين في انستغرام، اي انه مرتبط معه. ولكن الخيب في هذا الشيء كامل هو واش مارك جس علينا من خلال هذا التطبيق، واش باغي يعرف شنو التفكير ديال الناس، شنو الميولات ديال الناس. بعد ما الفيسبوك كنتي كتقلب في فيديوهات ديالك عادي، ولكن كيطلع لك شي لعيبات عندهم علاقه بداك الاهتمام ديالك انت. فمارك غادي يحاول من بعد ما راسنا برزطوا لينا بالميتافيرس والتخربيق ديال انك من بعد ولا من هنا لواحد اعوام ديال 2030 فيمكن لك انك تخشي واحد اللعيبه في عينيك وتزومي لك العالم ديالك اللي قريب، الناس اللي فقدتيهم، الناس اللي ماتوا ولا الناس اللي ما كتعرفش ولا الناس اللي باغي تعرف اللي تقدر تجلس حداهم. ولكن هذا شنو هو؟ هذا الشيء بالذكاء الاصطناعي والميتافيرس. اي يا سيدي، هذا الشيء راه عربان بزاف. المهم هذا الشيء اللي ما كنتيش عارفه ولا بغيتي تعرف شي حاجه اخرى على التطورات الجديده ديال هاد الاخبار ديال هاد الشيء، بلا ما نذكرك شنو غدير، غتمشي دابا دير ابوني ليا وتشترك معايا فلاشين باش يوصلك فيديوهات جديده. اي قضيه جديده غتوصلك، فتفاعل مع هاد الفيديو باش ما يمشيش، لانه حقوق ديال فيسبوك ديال بزاف ديال البلانات كيتسمعوا بزاف ديال المصطلحات اللي بحال شكل مواقع التواصل الاجتماعي كيخلي ان الفيديو ينقص من المشاهدات. فانت لو بغيتي تفعلوا باش تخلي يوصل الناس بزاف، حاول انك دير لايك وتكومونتي ولما لا انك تشارك معايا فلاشين. المهم فهاد التطبيق ايلون ماسك غادي يحاول انه شركه تويتر ترفع عليه دعوه. علاش؟ لان هاد التطبيق كيحاول كينقص من نسبه الناس اللي كيمشيو لتويتر. فمثلا الناس اللي متبعين ميتا عوض ما انه يمشيو لتويتر باش انهم يصيفطوا تغريدات ديالهم ولا يعرفوا الاخبار، غادي يوليو يتفرجوا في هاد الترند ولا هاد التطبيق الجديد ديال مارك. لدرجه ان شركات اخرى بحال اديداس مشات فتحت واحد الحساب في هذه المنصه الجديده ديال مارك، وبزاف ديال اللعابه اللي بارطاجوهم مارك في الانستغرام ديالو على انهم دخلوا ولا شخصيات شهيره دخلات وتابونات في هذه المنصه التواصل الاجتماعي الجديده. فانت شنو كيبان لك؟ شنو المستقبل ديال التطبيق؟ واش غيطفى مع الوقت ولا محدو غير غادي وكينتشر؟ الا كانوا كيعجبوك هاد الفيديوهات اشترك معايا فلاشين، وان شاء الله والدراري في فيديو جديد ان شاء الله.